خلاص كأس الأمم الأفريقية بعد صياح ومحاولات ومداولات وتحايل واجتماعات وصياح وصياحات، تم التأكيد على ان كأس الأمم الأفريقية هتكون في ميعادها. ضربة قوية للأهلي وضربة قوية لرابطة الأندية الأوروبية. ليه؟ النهاردة الصبح كان في ضغوط رهيبة، كان في ضغوط رهيبة على الفيفا من رابطة الأندية الأوروبية. هسيبك من الأهلي، الفيفا ما يعرفش الأهلي، رابطة الأندية الأوروبية كانوا ضاغطين بشكل غير طبيعي عشان كأس الأمم تتلغي فيقوموا يحتفظوا باللعيبة الأجنبية بتاعتهم. فكان في ضغوط رهيبة بيقابلها من الناحية التانية شركات إعلانية كبيرة جدا جدا جدا، هي شركة توتال، هي شركات كبيرة إعلانية دفع فلوس الراعي الرسمي للبطولة لكأس الأمم. زائد ان المغرب مش المغرب سوري، دولة الكاميرون صرفت ملايين على الملاعب وعلى البنية التحتية وعلى وعلى وعلى، فانتوا جايين تلغوها، انتوا جايين تلغوها. فالضغط اللي كانت عاملاه رابطة الأندية الأوروبية ده وجهه ضغط غير طبيعي من الرعاة الشركات الإعلانية اللي دفع فلوس ومتفقة على فلوس، زائد الكاميرون صممت وهددت تهديدات كبيرة جدا جدا على متسيبي الجنوب أفريقي، واستجابت الفيفا لكل الضغوطات اللي اتمارست عليها النهاردة الصبح. عايز اقولك ان النهاردة الظهر كان كاس الامم ملغي، النهاردة الظهر كان كاس الامم ملغي، النهاردة العصر رجع كاس الامم تاني، وطلع قرار تاريخي من متسيبي رئيس الكاف بيقولك ان لو في نادي ما بعتش اللعيب بتاعه للمنتخب هيتم عقاب اللعيب ده، مش هيلعب مع ناديه خلال فترة كاس الامم. وقلتها لكم في اللايف بتاع ماتش مصر وتونس، هنفترض ليفربول ما بعتش محمد صلاح يلعب مع المنتخب في كاس الامم، فعقابا لليفربول خلال فترة كاس الامم الشهر ده محمد صلاح ممنوع من اللعب لليفربول خلال هذا الشهر بقرار من الفيفا. فكأس الامم الافريقية يا رجعت، واحمد مجاهد ضحك على الاهلي وهتتلعب، والاهلي سوف يستمر في الصياح وفي البكاء على اللبن المسكوب، ولازم البطولة ترجع ولازم، والحقنا يا مجاهد واروح اعمل شكوى في الامم المتحدة وانزل بيان، واروح منزل بعديه بيان تاني. ليلة بيانات هنشوفها الفترة اللي جاية من الكابتن الكبير اسطورة جماهير الاهلي كابتن محمود الخطيب المحترم اسطورة جماهير النادي الاهلي. فكأس الأمم الأفريقية رجعت على خير، والدنيا زبادي خلاط، الدنيا زبادي خلاط. ليه مرتضى منصور بيتعصب؟ ليه مرتضى منصور لسانه بيفلت؟ ليه مرتضى منصور عمال يتكلم على الناس وحروب وخلافات؟ هو ليه الراجل ده كده؟ هسمعك فيديو لو ما تعصبتش قولي، لو ما تعصبتش قولي. تعالوا نسمع في فيديو إعلامي شغال في قناة أحد أعداء مرتضى منصور، عامل قناة وفاتح قناة، أحد أعداء مرتضى منصور عامل قناة وفاتح قناة ومطلع عليها إعلامي برضو عدو لمرتضى منصور. تعالوا نسمع هذا الإعلامي قال إيه
انا ثواني انا بجيب لكم الفيديو، تعالوا نسمع هذا الاعلامي قال ايه واتكلم على نادي الزمالك ازاي وغلط في نادي الزمالك ازاي وغلط في مرتضى منصور ازاي. فيديو لازم نسمعه مع بعض. اعلامي بيطلع على الراديو الصبح وبيطلع على قناة جديدة يملكها احد رجال الاعمال اللي هم عندهم عداء شخصي مع مرتضى منصور. تعال هشغل الفيديو. اوباما وانا هجيله دلوقتي، هذا اللاعب اللي المفروض يتعلق على باب النادي. مرتضى منصور لو معلقش اوباما على باب النادي يبقى مرتضى منصور، يبقى ده مش مرتضى منصور، يبقى ده مش مرتضى منصور. تعالوا نسمع يبقى ده مش الفيديو. يبقى ده مش مرتضى منصور. هسكت صوتي بس، هسكت صوتي ونسمع الفيديو بتاع هذا الاعلامي اللي شغال في الراديو الصبح وشغال بالليل في احد القنوات بتاعت رجال الاعمال المصنفين ان هم اعداء مرتضى منصور. تعالوا نسمع قال ايه على الزمالك وعلى اوباما، وعمال يقرر ان مجلس الزمالك لجنه. ده رجع بقرار وزاري عودة مجلس الإدارة المنتخب، هو عمال يقول لجنة عشان يحرق دم مرتضى منصور ويعاند مرتضى منصور. تعالوا نسمع هذا الإعلامي قال إيه، وخد بالك من كلمة لجنة، لجنة الزمالك على المجلس ده عمال بيقول لجنة وبيكذب، هو مش لجنة، هذا كذب، هذا افتراء، هذا كلام باطل، هو مش لجنة، هو مجلس إدارة عائد بحكم محكمة المحترمة. تعالوا نسمع قال ايه ووقف جنب لعيب غلط في رئيس النادي. اوباما قال على مرتضى منصور كذاب، اوباما قال على مرتضى منصور كذاب. اسمع هذا الاعلامي قال ايه على اوباما وعلى مرتضى منصور. لو تفتكروا وقت ما اللجنه دي جت قرار فساد الوزيري و22 11 ولا 23 11 وقلت والله كلنا مع القرار ومحدش معترض على اسماء طالما الناس اللي جايه تنتقم ولا جايه تتخانق وجايه تدير الانتخابات بكل شفافيه وينجح من ينجح. يعني احنا ما عندناش مشكله لان الهدف قلنا استقرار نادي الزمالك، وقلنا لن نفتح موضوع المخالفات او التحقيقات او الموضوعات او القصص تقديرا للجهات القضائيه اللي شغاله في الموضوع ده، وحبينا نقفل الموضوع بهذا الشكل. لكن اللجنه نفسها اللي بتدير هي اللي عماله ايه تطفح كل شويه مشاكل اجراءات انتقاميه هدفها طبعا ترهيب الناس دي عشان ما تنزلش الانتخابات. لكن بمناسبه بقى ايه، هو لو قال لي انت كذاب وانا قلت له انت اللي كذاب، مين اللي يفصل لفظ كذاب ده النهارده؟ تخيلوا التصق بنادي الزمالك في تويتة عملها يوسف اوباما، عمل بوست لو نشوفه دلوقتي معانا كتب فيه كلمة واحدة كذاب. فقعدت افكر اهو ده يوسف اوباما قدامنا اهو، عمل ده على الانستجرام ده مش كده، عمل تويتة كتب ايه كذاب ليه؟ طب انا بقى افكر ربط بايه النهارده في التصريحات اللي خرجت من اللجنه، بيقول ايه ان في لعيب في عقده واعتبروا ان ده يعني تجاوز ازاي اللجنه اللي فاتت تعمله اللي بتاعت الكابتن حسين لبيب، ان في لعيب في عقده قال او اشترط واتحط له بند ان اي لعيب يجي مصري او اجنبي ياخد اكتر منه في الفلوس ويختاروا الاول. يعني يختاروا مين؟ اللعيب اللي كاتب ده في عقده والبند ده في عقده. مين اللعيب اللي عامل كده؟ يوسف اوباما. كل الناس بتقول ان المقصود بيه يوسف اوباما، فكتب ايه يوسف اوباما تاني؟ لو سمحتوا هاتوها تاني يا جماعه، كذاب بعرض الانستجرام كله بهذا الشكل. طب اذا كانت العلاقه كده كمان بين اللجنه وبين اللعيبه نفسها وبين اللجنه وبين اللجنه اللي فاتت وبين اللجنه وبين اعضاء في النادي وبين اللجنه وبين الناس اللي عايزه تجدد عضويات يقولوا لها لا وبين اللجنه، ايه الحكايه؟ ايه الحكايه يا جماعه؟
يعني هل الهدف ايه؟ وهل الناس هتسكت كده كتير؟ يعني هل الصمت من الجهات الاداريه اللي مسؤوله متخيلين ان الصمت بتاعهم ده يسفر على نتيجه تساعد على استقرار نادي الزمالك؟ طب الناس اللي كل شويه عماله تتخبط فيها ويتقال عليها وتقال وتقال وتقال، الناس اللي هتسكت كده مدى الحياه؟ مؤكد انه الامور ده هتبقى صعبه جدا على نادي الزمالك. هذا هو الاعلام بتاعنا. هذا هو الاعلام بتاعنا. كل لجنة 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 لجنة. استأذن الناس المصريين اللي معايا في البث، ما نوجهش اي اساءة لاخواتنا في الجزائر، لان احنا المفروض نتعلم من اخواتنا في الجزائر ازاي عملوا منتخب محترم. فكل التحية للشعب الجزائري والشعب المصري والشعب التونسي والناس الحلوة المغاربة والناس الحلوة اللي من قطر، كل التحية. النهاردة الجزائر فرحانة واحنا فرحانين ليهم، عشان فعلا علمونا يعني ايه تعمل منتخب صح، يعني ايه تعمل منتخب صح. فكل التحية. استأذن الناس اللي معانا، محدش يتكلم بطريقة مش كويسة مع حد من الجزائر، ومحدش من الجزائر يتكلم مع حد من مصر بطريقة مش كويسة. احنا بنحترمكم، فاكيد انتوا هتبادلونا نفس حالة الاحترام اللي احنا بنتكلم عليها. منتخب الجزائر، وانا بقولها، افضل منتخب عربي وافريقي، ومفيش منافس ليه، مفيش منافس ليه، منتخب الجزائر. فزي ما احنا سمعنا هذا الاعلامي اللي هو طالع على قناة يملكها رجل اعمال، وطالع عمال بيقول لجنة 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 لجنة، وطالع بيقوي لعيب. انا مش عايز اغلط في اوباما، ولكن هو لعيب، عيب عيب. ده مرتضى منصور ده ولاده يخلفوك، يعني انت تقول مرتضى منصور ده يا جدي؟ عيب يا اوباما لما تقول على رئيس ناديك كده. وانا باطالب المستشار مرتضى منصور، باطالب المستشار مرتضى منصور باتخاذ قرار تاريخي مع هذا اليوسف اوباما. بطالب المستشار مرتضى منصور انه يتخذ قرار تاريخي مع يوسف اوباما، انه يقول لك يا سيادة المستشار، بيقول لك انت كذاب يا سيادة المستشار، اعمل لايك وشير، اعمل لايك وشير يا سيادة المستشار، يا استاذ احمد مرتضى، يا استاذ امير مرتضى، اوباما قال للمستشار مرتضى منصور انت كذاب، لان انت طلعت اتكلمت على العقد بتاعه اللي هو عامله، ويقصدك انت، يقصدك انت. والناس اللي معايا في البث تقول اوباما يقصد مين لو انا كذاب؟ الناس اللي معايا في البث يقولوا لي اوباما يقصد مين؟ مين اللي طلع اتكلم واتكلم على العقد بتاعه وطلع قال له انت كذاب؟ اللي عمال يعيدها محمد شبانه ويقول لك لجنة 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 لجنة، وهو كإعلامي المفروض يجيب معلومة صح، المفروض يكون إعلامي قدوة لينا كلنا نتعلم منه، ولكنه بيشتغل بأهواء شخصية، بيشتغل بخناقاته بصراعاته، بيصفي حساباته على حساب المشاهدين المحترمين اللي بيتفرجوا عليه. مجلس إدارة نادي الزمالك العائد بالكامل هو مجلس منتخب عائد بحكم المحكمة، عائد بحكم المحكمة. فده بالنسبة لموضوع يوسف أوباما، اللي أنا بأطالب بالمستشار مرتضى منصور إنه يتخذ قرار تاريخي مع هذا اليوسف أوباما، لعيب زي قلته في الفرقة، لعيب عالة على فرقة نادي الزمالك، عالة على فرقة نادي الزمالك، لعيب ليس له أي قيمة فنية داخل فريق نادي الزمالك، هذا اليوسف أوباما. امبارح الاستاذ رجل الاعمال هاني شكري رفع عمل 25 بلاغ ضد مرتضى منصور، منها مثلا بلاغات عشان مرتضى منصور هد النادي وبنى نادي عالمي. اه والله ده بلاغ. ومش عارف اصل مرتضى منصور عمل ايه في المحلات، مرتضى منصور اصله عمل ايه، مش عارف في ايه. 25 بلاغ ضد رئيس نادي الزمالك.
الزمالك مشكلته والله العظيم في ولاده، مشكلته الرئيسية في ولاده، مشكلته في الناس اللي بينتموا زورا وبهتانا لنادي الزمالك، هاني شكري وهاني العتال والناس دي كلها وممدوح عباس، كل الناس دي مش زملكاوية ولا بيحبوا الزمالك ولا ينتموا لنادي الزمالك. لما تقدم في رئيس نادي الزمالك 25 بلاغ ليه يا عم؟ ليه يا عم؟ هو راجل عمل ايه؟ هو مرتضى منصور ده بيطلع لكم في الحلم؟ 25 بلاغ. كل التحية والتقدير للنادي اللي انا لسه كنت بهاجمه من شوية، الاهلي، رموزه ما بيعملوش كده، رموزه ما بيعملوش كده. 25 بلاغ ضد مرتضى منصور. طبعا الاستاذ عمرو ادهم طلع، اللي هو كان احد لجنة الخراب اللي بعت حسين فيصل او سابته مجانا وعملت عقد لمحمد صبحي والتلاتة اللي هم راحوا الفرق كده بنية بيع النادي الوحيد. فالاستاذ عمرو ادهم ده صاحب الحاجات الخراب اللي حصلت في نادي الزمالك، هو الراجل مش مكسوف وبيقول لك ساخوض انتخابات نادي الزمالك، ودي حاجه كويسه، ويا ريت يخش السمري وجبريل ولبيب، يا ريت الناس دي تدخل الانتخابات، وهاني شكري، يا ريت هاني شكري صاحب ال 25 بلاغ التاريخي يا ريت ينزل الانتخابات، يا ريت ينزل الانتخابات هاني شكري، وهاني العتال ينزل، ونشوف الناس دي، نشوف شعبيتها ايه في نادي الزمالك. لعلمكم هقول لكم على معلومه، هاني شكري الراجل المحامي المحترم اللي قدم له ال 25 بلاغ وشالهم كده حطهم تحت باطه وراح يقدمهم للنائب العام، هو الاستاذ المحترم المحامي الكبير استاذ دكتور كمال شعيب، محامي هاني شكري، واعتقد محامي هاني العتال، واعتقد محامي، او مش اعتقد، هو محامي ممدوح عباس، وهو المحامي بتاع الجبهه دي. انتم عارفين طبعا دي جبهه ايه؟ جبهه الانقاذ، جبهه الانقاذ. فهو محامي واحد ليهم كلهم، هو اللي عارف الدنيا ماشيه ازاي والقواضي تترفع فين وامتى والحكايه والروايه، هو محامي واحد شغال لينا كلنا، شغال لينا كلنا، استاذ كمال شعيب المحترم. فعمرو ادهم بيقول لك ساخوض انتخابات الزمالك، وماله؟ وماله يا اخويا؟ وماله؟ انزل انتخابات نادي الزمالك وشوف في شعبيتك، شوفوا شعبيتكم قصاد مرتضى منصور. النهارده الوزير كان في مؤتمر واكد على مفاجاه من العيار الثقيل. الوزير، وزير الشباب والرياضه، النهارده اكد ان انتخابات نادي الزمالك هتكون على يوم واحد. انتخابات نادي الزمالك هتكون على يوم واحد، والكلام ده انا اول واحد قلته لكم يوم ما المستشار مرتضى منصور قال هودي للجنه بتاعت كورونا اللي برئاسه السيد رئيس وزراء مصر المحترم، هو يعني هو رئيس لجنه الازمات بتاعت كورونا. فلما المستشار بعت عشان يسال ان احنا نعمل انتخابات على 3 ايام، قلت لكم الانتخابات هتتعمل على يوم واحد طبقا للائحه الاسترشاديه عشان ما تبقاش باطله الانتخابات. فالنهارده الوزير بيؤكد الكلام بتاعي وقال ان انتخابات نادي الزمالك هتجرى على يوم واحد. ده اللي النهارده قاله سياده الوزير اشرف صبحي وزير الشباب والرياضه. النهارده طبعا ظهر في التدريبات مدحت عبد الهادي وامير عزمي، ومش عاوز اقول لكم النهارده على الترحيب اللي لعيبه الزمالك رحبت بيه. الناس اللي لسه ما عملتش لايك وما اشتركتش في القناه هزعل منكم، مش بعد المعلومات دي وبعد الكلام ده كله ابص الاقي حد ما اشتركش او ما عملش لايك للفيديو. ف النهارده كان في ترحيب كبير جدا، واللعيبه فضلت تهزر وتحتفل مع مدحت عبد الهادي وامير عزمي مجاهد. وكارتيرون النهارده للامانه سلم عليهم بشكل كويس وقعد يتكلم معاهم، اتمنى من كارتيرون انه يقفل الصفحه دي ويركز في الفنيات لاننا داخلين على تكمله الدوري. فاتمنى كارتيرون يهدى كده، ويعني الناس دي جايه عشان تساعده مش جايه عشان تطفشه. اتنين محترمين زي امير عزمي مجاهد ومدحت عبد الهادي، اتنين زملكاويه معجونين في خلاط نادي الزمالك. فاتمنى ان كارتيرون
يعني يستعين بيهم ويقبل ان هم فعلا يكونوا موجودين معاه في الجهاز الفني ده. بالنسبه للترحيب الغير طبيعي اللي كان اللي مدحت عبد الهادي وامير عزمي مجاهد. هاني حتحوت معروف ان هو زملكاوي، ومن ساعه ما سيد عبد الحفيظ قال له انت عشان زملكاوي فهو بيحاول ينفض. يا له، قال لي زملكاوي، نفض، انا مش زملكاوي، نفض، اعوذ بالله، مش رجيم، نفض. وهو بيحاول باي شكل يثبت ان هو مش زملكاوي. هاني حتحوت ساب بيان الاهلي اللي طالع بيقول ان انا عاوز لعبتي ومنتخب مصر والكلام ده كله، ساب البيانات دي كلها وطالع بيقول لك ايه؟ بيقول لك جاب حسين السيد على التليفون، وحسين السيد برضو نفس الكلام اللي يضحك، اصل مرتضى منصور وانا لو هيتم التحقيق معايا هيتم التحقيق في النيابه، وكمان يتم التحقيق مع مرتضى منصور. عارف يا كابتن حسين يا سيد، في تحقيق، في تحقيق برضو غير تحقيق النيابه المحترم، في تحقيق نفسي يتعمل، نفس جمهور نادي الزمالك يا كابتن حسين يا سيد يعمل معاك تحقيق، يقعدك يعمل معاك تحقيق ويعمل تحقيق مع مرتضى منصور، وشوف مين يا حسين يا سيد اللي هيطلع فائز ومهزوم في التحقيق ده. يا كابتن حسين انت كنت جون على قدك، يا كابتن حسين انا كنت بقعد اضحك عليك وانت بتلعب في الزمالك، وبضحك على طريقة لعبك وطريقة ادائك. يا كابتن حسين احنا مرة جينا في نهائي دوري ابطال افريقيا وانت عملت نفسك مصاب عشان نادر السيد ينزل ويصد ضربات جزاء، وفعلا صد ضربات الجزاء وخدنا البطولة اللي لولا انت ما كنت عملت نفسك عيان، لولا حصل كده كنا زماننا لبسنا في الحيط وما كناش واخدين 5 شامبيونز ليج. فيا كابتن حسين انت والناس القديمة اللي حضرت حسين السيد زي حالاتي عارفين ان انت كنت جون على قدك، والكور اللي كانت بتخش من ايدك وكنت بتمسك الهوا والكلام اللي يضحك ده كله. فانت يا كابتن حسين لا انت لاعب يعني فز، ولا انت كنت اداري فز، ولسه عاملين مصايب، ولسه عاملين مصايب. فاللي يحصل ايه يا كابتن حسين؟ ما نقعدش ندخل مداخلات، اتكسف كده على جنب، واقعد على جنب اتكسف، ادور وشي من الناس. ولو عايز تنزل انتخابات زي جبريل وادهم والناس الحلوه دي والسمري، انزل يلا، الملعب يسع للجميع، الملعب يسع للجميع، انزل يلا، هل من مبارز؟ انزل يا كابتن حسين يا سيد، انزل يا كابتن حسين يا سيد، انزل الانتخابات وورينا نفسك. والكابتن هاني حتحوت بسم الله ما شاء الله شغال اعلام على الزمالك كده، حتحوت كده، برافو يا هاني، برافو يا هاني على اللي انت عامله في الزمالك، برافو يا هاني يا محترم، برافو يا هاني يا محترم على اللي انت عامله في الزمالك، وبرافو يا هاني على اخبار الاهلي اللي ما بتجيبهاش. علي معلول جدد ولا لا يا هاني؟ طب مروان داوود اللي مشي من الاهلي مجانا يا هاني، يا اللي اتكلمت على حسين فيصل وما اتكلمتش على مروان داوود اللي مشي من الاهلي مجانا. طب البيان بتاع الاهلي اللي هو ند بالند مع منتخب مصر، البيان الهزلي اللي نزل ده، هل اتكلمت عليه هاني وقلت عيب بيان زي ده ينزل بنادي بقيمة وقامة النادي الاهلي؟ هل اتكلمت يا هاني على البيان ده؟ لا، انت جبت حسين السيد، برافو يا هاني على الاعلام اللي انت بتقدمه يا هاني، انا بقى احييك، انت اعلامي كبير، انت اعلامي عالمي، برافو يا هاني. في تصريح من نجم منتخب تونس اللي هو اسمه حنا بعل المجبري، الولد اللي هو ابو شعر ده، بصراحة قال تصريح حلو، هو زعل مصريين كتير بس بصراحة تصريح حلو والراجل معاه حق. بيقول لك اتمنى ان نلعب ضد منتخب مصر في ملحق تصفيات كأس العالم. بصراحة يعني حنا بعل شاف ان احنا منتخب كحيان ومنتخب عيان ومنتخب تعبان ومنتخب سقعان ومنتخب نيمان واي حاجه فيها ان، هو شاف ان احنا منتخب كده، فالراجل بيتمنى ان هو يلعبنا تاني في ملحق تصفيات كاس العالم، وبيني وبينكم اللي تكسبه العبه، هو شايف ان هو يقدر يسعد على حساب منتخب التعبان بتاعنا ده. فحلو، فحلو نلعبه، هاتولنا منه.
فانا بقول لك يا حنا بعل، يعني انت انا مش زعلان من التصريح ده، لانك انت شفت النهارده منتخب عمرو السوليه اللي بيجيب جون في نفسه، المفروض ده ياخد جون البطوله يعني. وبيقول لك عمرو السوليه النهارده خد مان اوف ذا ماتش بسبب الجون الروعه اللي جابه ده. ده جون ما يجيبوش جمال عبد الحميد في زمانه. جون ما يجيبوش جمال عبد الحميد في زمانه. فحنا بعل يعني اتفق معاك تماما. اتفق معاك تماما. طيب. بكره بن شرقي جاي مصر، واعتقد هيبدا تدريباته مع نادي الزمالك ابتداء من يوم الجمعه، لان هو جاي من السفر بكره. وبن شرقي كان مستاذن من كارتيرون ومن منتخب ايه؟ ومن امير مرتضى منصور المشرف العام. فبن شرقي كان مستاذن، ما بلطقش ولا ان هو اتهرب يا كابتن خالد يا غندور، ياللي ما بقتش خالد الغندور، انت بقيت خالد اون يعني بقيت خالد اون تايم شوبير، بقيت خالد اون تايم شوبير. فبن شرقي جاي بكره، وان شاء الله باذن الله من يوم الجمعه اعتقد هيبدا التدريبات، وهيتم بقى الاقعاد معاه الفتره اللي جايه عشان تجديد التعاقد بتاعه والاتفاق معاه. هنشوف الدنيا هترسى على ايه. محمد أناجم مازال محبوس في المغرب ومش عارف يجي بسبب غلق الطيران اللي كامل في المغرب، سواء اللي داخل او خارج من المغرب، بسبب الفيروس والمتحور الجديد. فربنا مع اخواتنا في المغرب. فمحمد أناجم مازال معلق في المغرب ومش عارف يركب ويجي مصر. في تليفون، ودي انفراد اللي انا هقوله لك ده انفراد. في تليفون جه لاحمد رفعت اليومين اللي فاتوا في منتخب مصر، جه من الزمالك يعني، بس مين اللي عمله ما اعرفش، مين اللي عمله ما اعرفش. جه تليفون لاحمد رفعت واتقالت له كده في نهايه الموسم، لو ما حصلش حاجه في ازمه القيد ترجع نادي الزمالك. فاحمد رفعت وافق انه يرجع نادي الزمالك. احمد رفعت وافق انه يرجع نادي الزمالك، ورحب بالموضوع ده بشكل كبير جدا جدا جدا. انا خلصت اللايف وببارك للمنتخب الجزائري، وببارك للمنتخب التونسي ان هم وصلوا للنهائي، وببارك لعمرو السوليه على الجون العالمي اللي جابه النهارده اللي مصر كلها عماله تطبل له ما عدا العبد لله، لاني راسي ما عليهاش بطحه، ولاني رزقي عند ربنا مش عند اون تايم سبورت. فمبروك جزائر وتونس، نهائي يعني نهائي كبير ونهائي مستحق ليهم. وهارد لك قطر اللي هتلاعب مصر، اللي بالنسبة لي بنسبة تتخطى 95%، فقطر هي صاحبة المركز الثالث، وهتكسب مصر فوز مستريح. ومنتخب مصر مش هيقدر يجابه المنتخب القطري، مش هيقدر يجابه ويواجه ويجاري المنتخب القطري الغير طبيعي. واتمنى من الناس بتوعنا في مصر اللي هم يعني بيضحكوا علينا وبيقولوا لنا ان هم خبراء كوره وناس قيادات في الكوره، يتعلموا من منتخب الجزائر. وللاسف عمرنا ما هنتعلم، عشان احنا نادي او بلد النادي الواحد، احنا دوله النادي الواحد، احنا بلد النادي الواحد، والباقي كومبارس. حتى منتخب مصر منتخب مصر هو كومبارس من الكومبارسات بتوع النادي الاهلي. حتى نادي الزمالك كومبارس. اول ما نادي الزمالك يبدا شوكته تقوى ويبدا يقف على رجله، حل مجلس الاداره اثنين وخميس، حل مجلس الاداره اثنين وخميس،
حل مجلس الاداره اثنين وخميس. اول ما نادي الزمالك يقدر هياخد بقى من الاهلي صفقات وعبد الله السعيد، وياخد منه سوبر وياخد كونفدراليه و... لا، حل مجلس الاداره. وبعد ما تحل مجلس الاداره، عوده مجلس الاداره. طب فين المخالفات؟ سعدت جدا بيكم، وبقولها وهقولها قبل ما اقفل، اخر كلمه هقولها، اخر كلمه هقولها لجمهور نادي الزمالك، نادي القرن في القاره الافريقيه والاكثر تتويجا بالبطولات الافريقيه في القرن العشرين. مش هطبل لعمرو السوليه، مش هرحمه، مش هقول له معلش، مش هقول له انت قائد كبير عشان خاطر شيكابالا ما ترحمش، امام عاشور ما ترحمش، حتى طارق حامد اللي ما بيغلطش فيهم ولا بيشتمهم ما ترحمش، وتم منعه من الجهاز الاهلاوي انه ينضم لمنتخب مصر. فزي ما هم ما بيرحموش لاعبتنا، واحمد مجاهد اللي ما رحمش شيكابالا، زي ما هم، والكلام ده بقوله لكل زملكاوي، زي ما هم ما بيرحموش لاعبتنا وراحوا المقابر على شيكابالا وجابوا كلب اسود لبسوه على شيكابالا وشتموا شيكابالا بالعرض وبالزوجه وبالام وبالابن، زي ما هم ما رحموش امام عاشور ولا رحموا طارق حامد ولا رحموا اي حد، انا مش هرحم عمرو السوليه اللي خرج مصر النهارده وهو صاحب الوكسه والنكسه، ولا قائد ولا مش قائد، قائد منتخب مصر. هما اتنين عندي او ثلاثه، قائد منتخب مصر هما ثلاثه: محمد صلاح الكابتن الفعلي والحقيقي لمنتخب مصر، واحمد فتحي، وطارق حامد وعبد الله السعيد لو انضموا، هم دول كباتن وكبار منتخب مصر. غير كده بلح، فلنا ولا اي زملكاوي يقف مع عمرو السوليه ولا يدعمه، واللي هيعمل كده فهو مش زملكاوي، واولهم خالد الغندور اللي كتب بوست وغلط ومسحه، انما العبد لله على كلمتي من البث الاولاني ومن فتره طويله على كلمتي، هنعاملكم بمعاملتكم، العين بالعين والسن بالسن، وايه والباقي اصلا والبادي اصلا. سوري، سعدت جدا بيكم ومتاسف ان انا طولت عليكم. لا عمر اتفرج علينا وعايز تسمع كلمه حق، ما بتسمعهاش في المصاطب بتاعه بالليل، اكيد هتشترك معانا في القناه وهتفعل زر الجرس عشان دايما يجي لك اي جديد من القناه، واكيد هتعمل لايك وشير للفيديو. الفتره اللي جايه هيكون في بقى فيديوهات جديده، انا بنزل فيديوهات اللي هي ملخصات اللايف اللي انا بعمله ده، بعمله ملخصات وبتنزل بكره. الفتره اللي جايه في فيديوهات جديده، هنرجع للفيديوهات الجديده المختصره 10 دقائق والربع ساعه والكلام ده كله، وفي قناه بعد الماتش لايف ان شاء الله بكره بعد اللايف الاساسي بتاعنا، هقفل وهاخد بقى التعليقات على قناه بعد الماتش لايف، هنعمل عليها لايف للتعليقات والدردشة والكلام والهزار والضحك. وقناة بعد الماتش لايف الرابط بتاعها موجود دلوقتي في صندوق الوصف، لو انت عاوز تتكلم معانا والتعليقات ونرد على بعض واسئلة وكومنت والكلام ده كله، اشترك في قناة بعد الماتش لايف اللي موجودة في صندوق الوصف حاليا. تصبحوا على خير واشوفكم على خير ان شاء الله بإذن الله، والسلام عليكم، مع الف سلامة.